تاريخ 22 مارس 2018 سيوقع على سجل الوديات الكروية تاسعة مواجهة بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره التنزاني في أول مواجهة تحضيرية للخضر قبل استئناف تصفيات نهائيات كان الكاميرون 2019. الثلاثي ماجر، إيغيل ومناد ملزمون في مباراة الغد بتدوين كل صغيرة وكبيرة تخص التعداد، فالمدرب ماجر الذي رفض تبرير خياراته أمام الإعلاميين سيكون أمام فرصة تبريرها على أرضية الميدان، فيما سيدخل رفقاء محرز المباراة بشعار الانتصار للتصالح مع الجماهير. ان شاء الله نرجعوا كما يقول لك رجعوا لا كونفيونس هذه كونتر حنايا ولي سيبورتر تاعنا ان شاء الله. هذه لازم ترجع بالمباراه مليحه ان شاء الله ونتيجه مليحه. وثانيهما اسيوي امام بلاد الفرس، لكن المتابعون لشؤون المنتخب يجمعون على ان هاتين المباراتين ليسا مقياسا حقيقيا للحكم على مدى جاهزيه الخضر من الناحيه الجماعيه وحتى الفرديه.